كابتن هشام، في ذكريات لرمضان كده وانت لاعب او حتى وانت مدرب؟ يعني انت من جيل العظماء اللي مع الكابتن الجوهري الله يرحمه وصلوا 90 ورفعوا راس مصر عاليا. يعني بص، الرمضانيات كانت كتير جدا، احداث كتير قوي. يعني انت عارف رمضان ده، يعني البيت المصري زمان كان جميل قوي في الحته دي. كنت تلاقي التجمعات وتلاقي الحاجات، الاستعدادات للشارع نفسه، اعداد الزينه الرمضانيه والحاجات دي كلها. كان زمان كانت جميله جدا، كنا بنستمتع بالتواجد في الشارع مع الاصدقاء ومع الاهالي، ونقعد لغايه الصبح، ونقعد نضرب بومب، ونقعد لا واحنا صغيرين. وطبعا بنعمل دورات رمضانيه بالكوره، الشراب بتاع زمان اللي هي الكوره الثمانيه. صحيح. فطبعا الحاجات دي كانت جميله جدا جدا جدا. كان في روح تواجد كده في الشارع المصري. يعني فطبعا يعني في ذكريات الواحد ما ينساهاش. وكنا طبعا الحاجه اللي كنا بقى ايه، كنا ساعات دايما نلعب الدوره، فالماتشات تكمل وانت مدفع الفطار شغال. فكنت تيجي تطلع البيت تلاقي بقى الوالد والوالده قاعدين متضايقين انك انت يعني نسيت نفسك بالظبط وقعدت تلعب كوره في الشارع. فطبعا كانت الحاجات دي طبعا يعني دي ذكريات جميله. لما طبعا لعبت كوره، طبعا في احداث طبعا كثيره جدا، لان معظم الماتشات المهمه كانت في الوقت ده، كنا بنلعب في رمضان. اذا كان منتخب او نادي الزمالك، وانا على ما اتذكر ان في موقف ان احنا بقى كابتن الجوهري كان، او يعني في اوقات مثلا بنلعب ماتشات بعز الدور في رمضان، وكان يعني بيبقى الفرق بتتعمد ان احنا نلعب في الوقت ده عشان بنفقد الجسم، بيفقد الماء كتير جدا. فطبعا ده بيعمل نوع من انواع الخمول. صح. انت فاهم؟ وبعد كده ما بتبقاش واجد، ما فيش طاقه تطلعها. فطبعا كانوا بيعملوا ماتشات في الوقت ده في وقت الدوريات. فطبعا كان كابتن الجوهري كان يعني يبلغنا لازم نفطر عشان خاطر نقدر نلعب المباراه بشكل نجاري الاخرين، يعني نجاري الاخر في ظل الصيام. في الاخر هو يعني كده بيسال، طبعا ده مصدر دخل شغلك وحياتك وكلام من ده. فطبعا يعني فكان بيحاول ان احنا نستثني بعض الايام ونفطر. فعملنا نفسنا، انا مره عملت نفسي ان انا فطران وحطيت حته قطنه في بقي، وعملت نفسي ان انا يعني بمضغ والكلام من ده. وفي مره كده مع كابتن حسن شحاته برضو كنا نزلنا على ماتش، نلعب ماتش في اوغندا تقريبا على ما اتذكر. وكنا بالليل بقى انا وايمن يونس قاعدين في الاوضه ومش عارفين ننام، وانا بقى قاعد برعبه بالليل عشان خاطر الحشرات والحاجات اللي هي التواحد اللي بتنشأ في افريقيا هناك اوغندا، السحالة الكبيره دي والكلام من ده. كنت قاعد اعمل له مشاكل في الحته دي. راح دار ايمن متخانق معايا وراح ايديه لابسه في عينيا قفلت. وطبعا لعبت المباراه دي بعين واحده، يعني كانت العين اللي اتضربت فيها قفلت ثاني يوم. وكابتن حسن شحاته بقى واحنا نازلين على الفطار، المفروض ان احنا نازلين نفطر ونلعب الماتش والكلام من ده، ففوجئت عينيا بعين واحده بتاع دوار مقد كده ومش قافله، ولعبنا المباراه وانا بعين واحده. بس الكابتن ايمن يونس الفيلسوف حبيبك يعني. طبعا مقعد مع عمي في نفس الوقت. يعني في عشق بينكم الحقيقه. ما هو بيقول لك ولاد العم على ابوه غم في وقت من الاوقات. طيب يعني عايز برضو تقول لي في فكره انه يبقى، انا حاسس دايما لما بتكلم معاك يا كابتن ان انت مهموم ومشغول بحته انه مصر يطلع لها اجيال، سواء بمدارس كورة، سواء بانظمة معينة تطبق لفرز هشام يكن اخر، وايمن يونس اخر، ومحمود الخطيب اخر، ومحمد صلاح اخر. دي قضية بحسها شغلاك طول الوقت. يعني اديني نبذة عن الموضوع ده. صناعة اللعب بقت مطلوبة النهاردة. يعني الرياضة في مصر بقت فيها سلبيات كتير قوي.
والسلبيات دي اثرت جامد جدا على التدريب والاختيارات والحاجات دي كلها. فطبعا النهارده عشان تعمل الكلام ده لازم تكون في مركز قوه، لان او في مركز يكون ليك السلطه انك انت تحط مبادئ وتمشي عليها، يعني تحط نظام وتمشي عليه. هو بقى علم كمان يا كابتن، بقى علم علم. لكن لا حتى لو علم وحتى لو غير علم كمان، يعني انت النهارده لما بتحط سياسه معينه الموضوع ما لهاش علاقه بالعلم فقط، بالسياسه بالنظام باختيارات. النهارده الكره المصريه ابتدينا نفتقد النجوميه بتاعت اللعيبه، يعني اللعيب النهارده لما تيجي تبص في الدوري المصري النهارده مش قادر تعمل منتخب مصر. يعني انت النهارده لما تيجي تعمل منتخب مصر النهارده بتدور على اول خمس ست لعيبه من اللعيبه المحترفين. صح. لكن يعني كنا زمان الاول نفكر في اللعيبه اللي موجوده في الدوري. المحليين كانوا بيسندوك الاول. بعد كده نبقى نفكر ناخد اللي هو اللي المحترف اللي بره. انت فاهم؟ فطبعا في حاجات كتير جدا انظمه مش مظبوطه. وفي حاجات طبعا اثرت على شكل الرياضه بشكل كبير وخصوصا كره القدم. فطبعا يعني النهارده انا بحاول ان انا باذن الله يعني اسلك الطريق اللي هو ان انا هحط نظام هنمشي عليه باذن الله. ده لما اكون بقى في يعني لو ان شاء الله باذن الله ربنا وفقني ودخلت في اداره نادي الزمالك عضو مجلس اداره هعمل نظام جديد جدا سياسه جديده ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقني. ان شاء الله يا كابتن انت 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 علامه مشرفه ومشرقه واضافه لاي مجلس اداره الحقيقه، حد محترم مخلص روح الفانيلا البيضاء طول الوقت كانت جواك وروح مصر حتى جواك. يعني انا بحس دايما وانت بتكلمني انك مهموم بقضايا الوطن يعني، وبان يعني يفرز لعيبه زي محمد صلاح يعني. كلنا بنساعد البلد مش بس يعني كرياضه، برضه بنساعدها حبا يعني سياسيا وكل حاجه يعني بندعم الناس اللي موجوده وبندعم القيادات اللي موجوده في البلد. فطبعا لازم الحاجات دي كلها نكون احنا اول الناس كرياضيين واقفين في ظهر بلدنا سواء من خلال الانشطه الرياضيه. صحيح. انا مش هاجد عباره اجمل من اللي انت قلتها، كل واحد في موقعه يقف خلف بلدنا الجميلة اللي احنا بنحبها واللي بنعشقها. لو كل واحد قضى دوره بهذه الطريقة الجميلة زي الكابتن هشام يكن ما هو معايا دلوقتي وبيقول، واستعرت هذه العبارة، كل واحد في مكانه يقف خلف القيادة السياسية، يقف خلف كل اللي بيبنوا في البلد علشان في النهاية ان شاء الله نصل الى كل ما نطمح اليه. انا بشكرك كابتن هشام يكن كابتن مصر ونادي الزمالك على هذا اللقاء الطيب، اشكرك جداً.